المحور الآخر، وهو أيضا من المحاور. طبعا كل هذه المحاور المشاهد الكريم ده يلتفت بأنها كلها تدخل في صلب وعمق هذه النظرية أحسنت. وهذه وتحتاج إلى الأطروحة أجوبة واقعية فعلية. واقعا لا، وتحتاج إلى استدلالات علمية قرآنية. ما يكفي أن نسطح هذا البحث ونعرضه بشكل تسطيحي، وإلا اطمئنوا أن كثير، طبعا يوجد هناك بعض مغرض لا يريد أن يؤمن ومعارض لا يؤمن وجحدوا بها واستيقنتها، وهي طبقة موجودة في كل مجتمع، ولكنه في الأعم الأغلب إذا وجد هناك كلام منطقي قائم على أسس صحيح، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، اطمئنوا كثير من الناس سوف يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بهذه الأطروحة. نحن مع الأسف الشديد وصل بنا الحال أنه من خلال بعض الكلمات أو بعض الأطروحات أو بعض البيانات أو بعض التفسيرات، حتى من يؤمن من أتباع مدرسة أهل البيت بإمامتي بأنه حي يرزق بدأ يشكك. ماذا؟ بدأ يشكك في وجود الإمام سلام الله عليه. لماذا؟ باعتبار أنه طرحت هناك مجموعة من التساؤلات، استفهامات، استفسارات، تشكيكات، ولكنه لا توجد أجوبة علمية صحيحة. بدأ ماذا؟ بدأ لأن الإنسان عندما يأتيه السؤال يريد ماذا؟ يريد جواب صحيح. وهذا ليس فقط في مسألة أطروحة المهدي، حتى في التوحيد أنت إذا لم تطرح القضية طرحا منطقيا يقع فيها ماذا؟ يقع فيها الشك والارتياب ونحو ذلك. نعم. إذن في